والأحداث بتكتر كل ما بنقرب. والنهاردة الأربع بيتقال عليه كده يعني إن هو ساعة سمع أربع أيوب، أو بيتقال فيه دايما الحدثين المهمين قوي اللي فيه، اللي هو خيانة يهوذا وساكبة الطيب، الحدثين اللي بيحصلوا مع بعض. طبعا أربع أيوب لأن المسيح كان بيقول، قال لبطرس، قال له أنت الشيطان طلبكم لكي يغربلكم، زي ما حصل أن الشيطان طلب أنه يغربل أيوب، يعني طلبكم لكي يغربلكم. وفي نبوة بتقول إزاي أن الذهب يمحص بالنار. فيوم الأربع يوم الغربلة، يعني مهم أن احنا نفهم في أهمية يوم الأربع في الكنيسة عامة، لأنه حتى يوم الأربع لو تلاحظوا أنه بقية السنة احنا بنصوم يوم الأربع. فيوم الأربع يوم مهم في الحياة في الكنيسة، لأنه يوم الغربلة. وإحنا يعني الكنيسة أخذت يوم الحد، كل يوم حد في السنة كلها القيامة، كل يوم سبت، سبت نور، سبت فرح، ويتقال فيه أشياء الراقدين عشان المسيح في القبر، فيتقال دايما في أشياء الراقدين، ويبقى سبت ما فيهوش مطنيات، ما فيهوش صيام، فسبت فرح وسبت نور. كل السبوت بتاعت السنة، كل أحد السنة، الجمعة نفس الكلام عشان يوم الصليب، كل الجمعات بتاعت السنة بيبقى تذكار الصليب. يوم الأربع كل الأربعات بتاعت السنة بيبقى تذكار برضو بنصوم فيه، ويا تذكار برضو الحدثين دول. احنا دايما بنركز على يهوذا في يوم الأربع، بالتالي يعني الكنيسة يعني زي ما المسيح قال عن المرأة ساكبة الطيب، ان هو لما كانوا بيأنبوها جامد راح المسيح قال لهم الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر بما فعلته أيضا تذكارا له. الكنيسة أخذت الكلام ده هو وحط التذكار للساكبة الطيب كل يوم أربع مع يهوذا، الاثنين كل يوم أربع أحداث يوم الأربع بنصومها، لأن يوم الأربع مهم قوي نفهمه لبقية السنة كلها. طبعا لما الشيطان طلب يغربل التلاميذ والناس اللي حوالين يسوع، شفناها يعني وهتبان بكرة أكتر مع بطرس، هو طلب يغربل التلاميذ كلهم وتعبوا في الفترة دي، والمسيح صلى لهم علشان لا يفنى إيمانهم. اللي ما عرفش بقى يعني الصلاة تنفعه هو يهوذا ابن الهلاك. فالحدثين المهمين قوي النهاردة نفهمهم ونكمل بيهم كل أربعة في السنة كلها، هو حدث إيه اللي حصل ليهوذا، ليه وصل للمرحلة دي، وناخد بالنا من شبه يهوذا، لأن الكنيسة تسمي شبه يهوذا، يعني عاملين زي إيه يهوذا ده شبه، يعني ممكن نبقى شبهه أو نبقى شبه ساكبة الطيب. أبونا بشوي كامل كان مغرم جدا بساكبة الطيب وريحة الطيب، فكان دايما درجة أنه كان يقول لا مسيحية بدون طيب، كان يقول كده لا مسيحية بدون طيب. مش كده كل يوم أربع برضو نفتكر دايما أن احنا إما نسكب طيب يا إما هنبقى في الخيانة مع يهوذا، وما فيش وسط، يعني هو بيبقى يا في الملكوت يا برا الملكوت، ما فيهاش ما فيش حلول وسطى يعني. فسكب الطيب ده حاجه مهمه جدا في الحياه مع ربنا، لان هو يقول المحبه بتسكب، يعني حتى هو بولس الرسول يقول كده، يقول محبه الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، مش كده، بيقول المحبه بتنسكب في القلب، لما في محبه حقيقيه في المحبه بتنسكب. وده كان رد فعل المرأة ان هي سكبت، دفعت ثمن غالي قوي، كانت مهتمة جدا مش بنفسها لكن مهتمة جدا بالمسيح، لدرجة ان هي من غير ما تفهم، او يمكن كانت فاهمة سمعته بيتكلم، او ان هي بتكفنه.
فكانت مهتمة بالمسيح أكتر بحبه، بحبها ليه وحبه ليها أكتر من أي حاجة في الدنيا. ودي كانت لما نبص على الساكبة الطيب مع قدام يهوذا كده مع بعض، يهوذا ما كانش همه غير نفسه، ما كانش همه خطة المسيح لخلصنا. طبعا ساكبة الطيب له معاني كتيرة، وكلنا يعني ايه سمعنا وعرفنا وعارفين ساكبة الطيب والتمن اللي بيدفع عشان خاطر يبقى الطيب غالي التمن، وريحته الحلوة وانتشاره والكلام ده الحلو ده كله. سواء الحاجة المهمة ممكن نركز عليها نفهمها كويس، هو من ناحية يهوذا، هل يهوذا كان شرير من الأول ولا وصل للمرحلة ديت في وقت معين في حياته؟ وإزاي كانوا التلاميذ باصين ليهوذا كل الثلاث سنين دولت؟ مش كده؟ سؤال يعني فيش كتير من الآباء اتكلموا عنه، يمكن أوريجانوس اتكلم شوية، وأبونا متى المسكين برضو اتكلم شوية، لكن ما كانش في حاجات كتيرة قوي عن يهوذا. طبعا الكنيسة بكرة يبقى في حاجات على يهوذا، ونحن ناخد بالنا قوي من شبه يهوذا ده، وفي صلاة الصلح نقول ما نبقاش شبه يهوذا الخاين. ففي حاجات في الكنيسة انها بتحذرنا ان احنا نبقى شبه يهوذا. لكن ايه اللي وصل يهوذا للخيانة العظمى ديت، او ايه تعريف الخيانة ديت؟ فممكن نرجع. طبعا يهوذا احنا عارفين ان هو في الثلاث سنين ونص العشر مع المسيح، هو المسيح اختاره من ضمن الرسل الاطهار ال 12، فكان يعني في مركز يعني محدش كبير على ان يبقى شبه يهوذا، مفيش حد كبير على الخيانه ديت، لان الشيطان عارف يدخل وهو من الرسل الاطهار، فاي حد غلبان زينا ممكن يقع زي ما يهوذا وقع. و يهوذا من البداية ربنا شاف فيه حاجات حلوة اختاره، وكان يعني هو زي الكريمة بتاعت التلاميذ، يعني لأن هم كانوا صيادين وغلابة، وهو يهوذا ده كان يعني المتعلم اللي فيهم من حتة كويسة، وكان الليدر وأخذ مسؤوليات، وكان يبصوا له بصة حلوة قوي وياخدوا رأيه في كل حاجة، وكان يعني من المنظر اللي بره يهوذا كان أحسن الرسل وأقوى الرسل ومتقدم على كل الرسل كمان. وطبعا شفى أمراض، دهن الناس بالزيت وشفى أمراض وطلع شياطين، وكان معاهم في كل المجد بتاع الخدمة الأولانية خالص مع المسيح، وأوقات كتيرة جدا يعني كان من المقربين جدا، من الدائرة المقربة جدا المسيح. وده عشان كده برضو الخيانة كانت بنشوف النهاردة الكنيسة حطنا في المزامير قد إيه المسيح اتأثر قوي بخيانته، لأنه كان يعني إنسان سلامته والمقرب إليه جدا واداله مسؤوليات ومعتمد عليه، معتمد عليه إنه هو اللي يحميه، هو إنسان سلامته وهو اللي إيه خانه في الآخر، وخانه بطريقة وحشة قوي. فكانت مؤثرة جدا في نفسية المسيح ازاي ان الناس الأقرب ليه يخونوه. والكنيسة طبعا مش عشان خاطر يهوذا بتقول لنا الكلام ده وتورينا تأثرات المسيح بالخيانة، بتورينا لمنفعتنا والخلاص نفوسنا، ان احنا برضو نفهم ازاي الخيانة، ان بعد الحب اللي هو اداه لنا لما ما نختارش المسيح يعني بتأثر في ربنا جدا ان هو يلاقينا بنخونه، زي علاقة الزيجة أو زي علاقة العريس والعروس، لما بنخون بتبقى حركة متعبة جدا للمسيح. في الحتة اللي يعني ربما تكون هي نقطة التحول الكبير في يهوذا، تبين إن هو إزاي اتغير قوي من ناحية المسيح، إن هو بدأ بداية إن هو كان مؤمن بالمسيح وكان يؤمن ان هو اللي هيخلص وكده زي بقيه الناس، الناس كتيره اللي هي كانوا يعني كان في تلاميذ كتيره رجعوا من ورا المسيح في النص.
فممكن أرى لكم حتة صغيرة كده من يوحنا 6، يوحنا الإصحاح السادس، اللي هو المسيح فيه عمل معجزة إشباع الجموع، ومعجزة كبيرة جدا، 5000 رجل، يعني يمكن 10000 نفر أو أكتر كمان، أكلوا وشبعوا، وكانت حاجة ضجة كبيرة جدا، الناس اتبسطت بيه أوي أوي أوي. وبعدين في الآية 14 من يوحنا 6 يقول: فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. أمنوا به بعد المعجزة دي، كانت حاجة جامدة جدا. وأما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، خلاص بقى هيخلوه الملك. ليه؟ لأن هم اتبسطوا قوي بالأكل، وشافوا أنه هو قدامه ألفات وإن كنترول كده وملك، ويعني شبحهم، فقالوا هيجعلوه ملك، يخطفوه ويعملوه ملك. انصرف أيضا إلى الجبل وحده. المسيح قال لهم: لا لا، أنا مش متأكد، مش ده اللي أنا جاي عشانه. ودي بدأت تخلي الناس تقول: إيه ده؟ هو ده مش ملك ولا إيه؟ بعد ما كانوا يعني زي ما عملوا مع بولس قبل كده، بولس وسيلة، يعني بعد ما قالوا ده إلهة، بعد كده قالك لا ده هنرجمهم ونموتهم، يعني قلبوا عليهم. ولما كان المساء نزل التلاميذ إلى البحر. المهم يعني تاني يوم دوروا عليه ولقوه، وقال لهم برضو: ايه انتوا مش جايين ورايا عشان خاطر ملكوت الله؟ انتوا اكلتم من الخبز فشبعتم، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. وبدأ يخش معهم في حديث تاني ان هو خبز الحياة، ولازم يأكلوا خبز، لازم يخلوا جسده، ولازم يعني يأكلوا جسد ابن الانسان. فتكملة الاصحاح لو نكمل كده آية 60، يرجع يقول ايه: قال كثيرون من تلاميذه إذا سمعوا إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ إن هو تاكله جسدي مش تاكله جسدي، وإزاي يدينا جسده ناكله؟ كلام صعب قوي. فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهذا يعسركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، أما الجسد لا يفيد شيء. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. افهموا بالروح، فهموش بالمخ. ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون، ومن هو الذي إيه يسلم. ساعتها عرف مين اللي هو قلبوا عليه. فقال: لهذا قلت لكم إن لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء. من الوقت دوت بدأوا يرجعوا كتير من تلاميذه، ولم يعودوا يمشون معه، رجعوا مش هيمشوا معه تاني. فقال يسوع للإثنى عشر، بص بقى للإثنى عشر مرهبين له، قال لهم: وانتوا كمان عايزين ترجعوا؟ لعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا. فأجابوا سمعان بطرس: يا رب، من نذهب؟ إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد أمننا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. احنا عرفنا وامنا انك انت ابن المسيح ابن الله الحي. اجابهم يسوع: اليس اني انا اخترتكم الاثنى عشر؟ واحد منكم شيطان. قال عن يهوذا سمعان الاسخريوطي: لان هذا كان مزمعا ان يسلمه وهو واحد من الاثنى عشر. فالمسيح، الإيمان بالمسيح بالروح وبالحق، وتبعية المسيح تيجي لما نمشي في الخطة بتاعته. يعني الناس ديت، يهوذا اللي معاهم، هم دول اللي صرخوا أسلوبه، ده يهوذا اللي سلمه، والناس اللي خانت المسيح ورجعوا من وراه، كانوا بيتبعوا المسيح لأغراض شخصية. عايزين مسيح ملك، يعني زي واحد يقول أنا يعني بيجي الكنيسة: يا رب أنت نجحني في الامتحان ده، أجيب لي الوظيفة ديت، هات لي البيت ده، جوزني جوازة ديت، أعمل لي مش عارف حاجات ديت. لا، ربنا ما عملش، خلاص مينفعنيش. It's all about me.
أنا دي حياتي ودي إرادتي ودي مشيئتي ودي خطتي في الحياة، وربنا يساعدني فيها، ولو ربنا ساعدني همشي وراه وأؤمن به. ربنا ما ساعدنيش، ما عملليش اللي أنا عايزه، أنا ما يلزمنيش. ده حياة يهوذا، دي خيانة يهوذا، إن هو وقت إخراج شياطين خرج، نشفي مرضى نشفي، ناخد مجد ناخد، يأكلنا خمس من يعني يقول لك شبعوا أكلوا وشبعوا بحسب ما شاء. حلو قوي، جميل، ده إيمان حلو قوي، إيمان شياطين. ولكن أين نذهب؟ وكلام الحال أبدية عندك، دي خطة ربنا. لما الواحد يمشي في خطة ربنا دي تبعية المسيح المظبوطة. يعني المسيح جه يقول كده أنه تجسد، أبائنا وأثناسيوس وكرولوس وكل الأباء كانوا يتكلموا قوي عن إن يعني إحنا في أسبوع الألام ده جايين نشوف خلاصنا ماشي إزاي، المسيح ما عمل إيه. فنبص على المسيح كده بتدقيق نلاقيه بيتكلم عن الآب كتير قوي. النهاردة كلام كتير جدا عن الآب، ووحدته بالآب، ومحبته للآب، وطاعته للآب، وكل ما للآب ولي، وأنا في الآب والآب فيا، وجاي يربطنا بالسماء، جاي يربطنا بالآب، وجاي يطيع. فالمسيح بالتجسد بتاعه يقوله كده أنه وحد طبيعتين ووحد مشيئتين، بقت طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. أخذ طبيعتنا ووحدها بالطبيعة الإلهية، وأخذ مشيئتنا ووحدها بالمشيئة الإلهية. ودي كانت مشكلة يهوذا والناس اللي هي عايزة مشيئتها هي وعايزة طبيعتها هي، وعايزين يمشوا مش في سكة الخلاص، يمشوا في سكتهم هم. لكن احنا كل يوم أربعة نفتكر الاتحاد المسيح والغربلة بتاعة سكب الطيب وعدم الخيانة. عدم الخيانة اللي هي الاتحاد بمشيئة ربنا، لأن الخيانة العظمى هو أن أنا يبقى لي مشيئة خاصة بي، يبقى لي خطة بتاعتي في الحياة. قديس مرسحاق السورياني يقول الحياة أعطيت لينا للتوبة، فمن ضيعهاش في أمور أخرى واجتهادات أخرى. يعني إحنا عايشين على الأرض من أجل اتحادنا بالمسيح، من أجل توبتنا، يعني من أجل اتحادنا بالمسيح. والاتحاد بالمسيح يعني معناته لما نفهم كده، يعني حتى أبائنا قدموا شهداء كتار قوي عشان كلمة إن إحنا نتحد بطبيعة المسيح الواحدة. إن طبيعة المسيح المتجسد كانت طبيعة إلهية 100% وطبيعة بشرية 100%. إحنا كبشر بس لما نتعمد ولما ناخد طبيعة المسيح فينا نبقى إحنا كمان زي طبيعة المسيح، ويوحدنا في الثالوث الأقدس، فنبقى إحنا برضو طبيعة واحدة من اتنين ومشيئة واحدة من اتنين. فنخش جوه طبيعة المسيح ونخش جوه مشيئة الثالوث الأقدس. وصوم يوم الأربع هو صوم يفكرنا إزاي إن احنا نفسنا نقول له يا رب، عشان خاطر نفتكر دايما سكب الطيب، نفتكر دايما ان احنا نبقاش في الخيانة بتاعت يهوذا اللي هي الانفصال عن مشيئتك. يهوذا كان عنده خطة تانية، كان عنده خطة ان المسيح يبقى ملك من نوع معين، وكان عايزه بطريقة معينة، ولما الخطة دي ما مشيتش بقى يخطط لحاجة تانية ضد المسيح، خان المسيح، وبقى يعني يبيعه بالرخيص.
ف مشيئة المسيح في حياتنا هي ان احنا نبقى قديسين، ومشيئته في حياتنا ان احنا نسيب كل حاجة زي ما بطرس قال تركنا كل شيء وتبعناك. فيبقى في مثلا فرصة لسكب تيب وتجميع تيب، هي قعدت تجمع في التيب ده كتير قوي، اشترت تسكبه، قعدت تجمع قد ايه، قعدت تجمع عمرها كله. احنا نقف قدام ربنا نقول يا رب ما عندناش تيب نسكبه نعمل ايه؟ طيب هي لقت تيب وسكبته، ده بختها. فاحنا نقف قدام ربنا ونصوم كل اربع ونقول له احنا نجمع تيب عشان نعرف نسكب. محبته انسكبت في قلوبنا، واحنا ويقول مع المسيح صلبت، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، طبيعته تحيا فيا، مشيئته تبقى انا عايز اللي هو عايزه، ابقى انا حياتي كلها مربوطه بيه. يعني ال 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 هو اللي يقول عايزني ابقى فين، هو اللي يقول عايز ايه، هو اللي يحميني، هو اللي يدبر اموري، هو اللي يعني امور بيوتنا وامور حياتنا كلها. ديت العيشه في مشيئه ربنا. هو في بدايه الاسبوع الالام قال بكى على اورشليم، قال لها كم مره اردت وانت لم تريدي، مشيئتي كده وانت مشيئتك كده، كم مره اردت وانت لم تريدي. وفي مزمور باكر دايما يقول ايه، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، في طريق الخطاة لم يقف، في مجلس اللاهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب ايه مشيئته ارادته. طوبى للرجل اللي مشيئته في ارادة ربنا، ارادته في ناموس ربنا، ارادته في اللي ربنا عايزه، حياة التسليم، حياة العيشة تحت قيادة الروح القدس، تحت قيادة ربنا. ربنا يدينا ان احنا نقدم، نجمع طيب، صحيان بدري يجمع طيب، الصيام يجمع طيب، محبة الفقراء الغريب والأرملة واليتيم دي تجمع طيب حلو، الجسد المسيح لتكفينه، وكل فرصة فيها تعب للجسد، في كل فرصة لشراء الطيب الغالي الثمن، بتبقى فرص ربنا اداها لنا في العمر من أجل التوبة ومن أجل تجميع طيب ومن أجل نحن نعيش في مشيئته، نعيش في طبيعته في المسيح. فربنا يدينا ان احنا نفتكر الغربلة دي بتاعت كل يوم اربع، ونفتكر ان احنا نعيش في مشيئته طول ايام حياتنا. لربنا المجد الدائم للأبد.